أبدأ بعملية الدهانات الأول ولا بالسيراميك الأول؟ ببساطة جدا أبدأ بأعمال السيراميك أولا ثم أعمال الدهانات. طب ليه يا باشمهندس؟ ببساطة جدا يا جماعة، أثناء تنفيذ مرحلة السيراميك أنا بفرش رملة فيها محتوى مية، في مونة أسفل السيراميك فيها مية، في سقية فواصل السيراميك فيها مية. كل محتوى المية ده يا جماعة بيتغلغل خلال الخاصية الشعرية إلى الجزء الأسفل من الحائط أو الجزء السفلي من الحائط. إذا الجزء السفلي من الحائط هيصاب بالرطوبة، هيتلف الدهان، وخاصة لو المياه اللي موجودة في المونة أو في الرملة أو الرملة نفسها يكون فيها نسبة أملاح هتتلف طبقة الدهان دي تماما. إذا هحتاج أرمم طبقة الدهان السفلية من الحائط، وده يكون تكلفة عالية عليا. أما لو بدأنا بأعمال السيراميك الأول يا جماعة، فكل المية اللي أنا قلقان منها وهتتغلغل للطبقة السفلية من الحائط هيكون عدى عليها أكتر من أسبوع قبل ما أبدأ الدهان، وأقدر أبدأ الدهانات بتاعتي على نظافة. بس يا باشمهندس أنا خايف صنيع الدهانات وشغال في الدهانات يتساقط بعض مونة الدهان على السيراميك. هنطلب من صنيع الدهانات أنه يكون ملزم بتنظيف الأرضية، هيفرش مشمع، هيفرش نشارة خشب، هيفرش كرتون، المهم أنه هيسلمني الأرضية في النهاية نظيفة. إذن أبقى أنا خلصت مرحلة الدهانات ومرحلة السيراميك بدون أدنى مشكلة.